اخوان الاعزاء السلام عليكم، حياكم الله معنا في تجربه جديده. السياره معنا اليوم سياره مميزه اللي هي رينو تالسمان. السياره تعتبر الاولى في جيلها، يعني ما قد صدر منها جيل قبل كذا. السياره تعتبر من فئه السيارات السيدان العائليه، وهذه فئه تعتبر جدا منافسه وفيها الكثير من المنافسين. فرينو تحتاج تبذل جهد كبير عشان تقدر تدخل الفئه هذه. زي ما انتم شايفين معي السياره ما شاء الله تصميمها الخارجي جدا روعه، انيق. نلاحظ عندنا هنا الشبك طبعا حجمه كبير، تصميم رياضي. الكروم في السياره بشكل كبير موجود. الشمعات حقت السياره من هنا نحصل حجمها كبير. الاي دي على شكل نظام الدمعه كما يسمونها. وطبعا الستايل هذا او التصميم هذا حاليا رينو تتبع في جميع سياراتها الجديده. عندنا هنا برضو العدسات حقت الضباب، وتحتها زيج من الكروم زي ما انتم شايفين هنا. كمان عندنا هنا لو نلاحظ في الجنب تصميم السياره جاي بشكل انسيابي رياضي جدا انيق. السياره مستواها نازل شويه عشان تعطي انسيابيه اكبر. معامل الهواء حقها 27.27، ويعتبر جدا مناسب ومنافس في الفئه هذه. السياره كذلك موجود فيها جنوط مقاس 18 بتصميم رياضي زي ما شايفين. الدعس حقتها شويه نحيفه عشان مزيد من الثبات. عندنا هنا الحناءات جدا انيقه حقت السياره زي ما انتم شايفينها هنا. عندنا هنا الكروم تبع مسكات الباب. عندنا الكروم في زياده السياره من هنا. السقف زي ما انتم شايفينه بانورامي. كذلك عندنا تصميم من الخلف ماشي كنظام النحت الين اخر السياره من الخلف هنا زي ما انتم شايفين معايا. الاسطبات شكلها برضو على التصميم الاماميه تقريبا. عندنا هنا الجناح مدمج مع شنطه السياره من الخلف. وهنا عندنا مع علامه رينو الكاميرا الخلفيه الموجوده، وطبعا اسم تالسمان بحجم كبير. الفئه هذه اللي معانا حاليا اللي هي تي سي اي، هاي تعتبر اعلى فئه موجوده. المحرك حقها 1.6 190 حصان تيربو. من الخلفيه هنا برضو عندنا الحساسات الخلفيه حقت السياره تشتغل معك في الباركينج او اثناء الوقوف الالكتروني الموجود في السياره نفسها. كذلك في الصدام الخلفي عندنا فتحات العادم زي ما انتم شايفينها مطليه بالكروم وشكلها مستطيل جدا، شكلها انيق. السياره بشكل عام من برا شكلها جدا انيق وجميل، وتعتبر من اجمل السيارات في هذه الفئه. من الحاجات الجميله كذلك اذا قربت من عند السياره المرايات الجانبيه تفتح لوحدها، البيبان تفتح لوحدها كان السياره ترحب فيك. دخلنا جوا نلاحظ هنا عندنا حجم المقاعد ومساحتها جدا ممتاز. عندنا هنا محطوط فيها لراحه القدمين من الاسفل، التحكم فيها كهربائي بشكل كامل سواء مقعد السائق او مقعد الراكب. تصميم السياره من داخل زي ما انتم شايفين يتمتع بالفخامه والاناقه. تصميم اوروبي، نشوف فيه انواع من الجلود الصناعيه، نحصل فيه تخشيب، نوعيه البلاستيك المستخدمه جيده. عندنا هنا الكونسول الوسطي نحصل اعدادات السرعه في الوسط، شاشه الكترونيه ممكن تتغير الاعدادات ويتغير لونها على حسب وضعيه القياده. كذلك عندنا هنا نحصل عداد حق الحراره وعداد البنزين. عندنا الدركسون هنا او عجله القياده نحصل فيها العديد من الازرار التحكم، سواء التحكم بالنظام الصوتي او مثبت السرعه او غيره. من الاشياء العجيبه ونقدر نقول الغريبه في السياره اللي هو مثبت السرعه، عاده يكون في الدركسون موجود او في العصا اللي جنب الدركسون. السياره هذه تشغيله من هنا من جنب الماوس وجنب الباركينج الالكتروني والهاند بريك الالكتروني. عندنا ايضا في الكونسول الوسطي الشاشه عرضها حوالي 8 انش، تعتبر بحجم التابلت مميزه جدا، وفيها طريقه السحب تقدر تسحب فيها وتحركها على حسب الاعدادات اللي تبغاها، او ممكن تتحكم فيها عن طريق الماوس الموجوده هنا. الاشياء الحلوه في الشاشه انها هي كبيره وواضحه في النهار او في الليل، التحكم فيها نوعا ما يحتاج الى تعود. لكن المشكله او الحاجه اللي ما عجبتني فيها ان التحكم فيها سواء بالتكييف او النظام الصوتي لابد عن طريق الشاشه نفسها. فمثلا انت شغال قاعد تتابع الجارمن او الجي بي اس، تبي تروح منطقه معينه واحتجت تطور على المكيف او على الصوت لابد تخرج من القائمه هذه على اساس تغير الاعدادات حقتها. عندنا هنا ايضا نلاحظ تبريد المقاعد وتسخينها. نحصل زرار حق الباركينج الالكتروني ان شاء الله نحاول نجرب لكم اياه. عندنا هنا الجير حق السياره وفيه تقنيه التوبترونيك او المانوال موجود هنا، 7 نمر دبل كلتش زي ما قلنا. عندنا هنا اليو اس بي والاس دي كارد مكانها حق الشاشه. عندنا هنا حامل الاكواب زي ما انتم شايفينه هنا. عندنا طبعا الطبلون
الفتح حق الطبلون هنا واسع جدا زي ما انتم شايفينها هنا، ممكن تدخل لها حاجات كثيره داخلها. الحاجات الجميله برضو عندنا التكايه هنا، اذا فتحناها فيها مكان لوضع الاغراض عندك هنا، وفيه درج هنا لو فتحته تتحول الى ثلاجه او مكان تبريد اذا عندك علب مويه او شيء تبغى تبردها هنا. المقاعد الخلفيه ما شاء الله مساحتها جيده وتعتبر منافسه للفئه هذه، وهذا شيء مميز فيها. كذلك فيها بعض وسائل الراحه والتصميم الجيد. نشوف عندنا هنا مثلا التخشيب حق السياره من هنا موجود، سماعات حقت السبيكر، بعض الكروم في مسكات الباب من هنا. كذلك عندنا من هنا ستاره خلفيه نستخدمها للركاب عشان يعطيهم مزيد من الخصوصيه. عندنا التكايه في الجنب هنا موجوده، فيها ازرار حقت الحراره حقت المقاعد تسخين مقاعد، برضو فيها حقت الاكواب هنا. عندنا فتحتين تكييف هنا موجوده حق تبريد الركاب من الخلف. كذلك معروف السيارات الاوروبيه تتميز بالسلامه والامان، فيها السياره بعض مواصفات السلامه والامان مثل الايرباج للركاب في الخلف في الستائر الجانبيه. في فتحه برضو هنا موجوده تفتح على الشنطه او الحقيبه الخلفيه تساعد في اعطاء مساحه اكبر، وكذلك اذا بغينا نحط اغراض او حاجه من الخلفين. نوريكم ان شاء الله مساحه الشنطه حقت السياره بعد شوي. برضو عندنا هنا الاضاءه حقت الركاب في الخلف من الاي دي، منظرها جدا جميل. طبعا فتحه السقف البانوراميه موجوده هنا منفتحه جدا حتى على الركاب في الخلف يقدرون يستمتعون بالطبيعه والجو الجميل اذا كان الجو مناسب. من الاشياء المميزه زي ما انتم شايفين الشنطه حقت السياره، تقدر تفتحها بكل سهوله اذا كان معك حامل اغراض او حاجه، تنتظر خلف السياره حوالي 3 ثواني بعدين تمرر رجلك من تحت تفتح معك الشنطه على طول. مساحه الشنطه من داخل زي ما انتم شايفين جدا جيده واسعه وفيها عمق جيد، تقدر تحمل فيها اغراضك كان عندك حجم كبير او شيء. من الاشياء اللي ما عجبتني ممكن في المساحه حقت الشنطه هذه اللي هو مدخل تبع الشنطه نفسها، مساحته شوي ضيقه، لو عندك اغراض كبيره او شيء صعب تدخلها، او اذا عندك حاجات ثقيله صعب انك تشيلها وتحطها داخل الشنطه بسهوله لانها مرتفعه شويه من هنا. عندنا برضو هنا داخل اسفل الشنطه هنا عندنا السبير، في الموجود السبير بحجم كامل. عندنا هنا العده او الاغراض حقت فك الكفرات او الاطارات في حاله الكفر نسم عليك او شيء لا قدر الله. السياره تجي بمحركين، المحرك الاول 2 لتر 2.0 يعطي 140 حصان، وهذا يجي بفئه الستاندر وفئه العاديه. المحرك الثاني اللي معنا موجود حاليا اللي هو تي سي اي، المحرك 1.6 لتر تيربو يولد 190 حصان و240 نيوتن متر. جربت السياره في المحرك حقها ما شاء الله اداؤه جدا جيد، استهلاك البنزين جدا معقول. نسمعكم صوت الحين ان شاء الله. الان جرب لكم السياره في التسارع بالوضعيه الرياضيه. عندنا زي ما انتم شايفين حاليا شاشه المعلومات وفيها انظمه القياده. السياره فيها خمس زي ما قلنا خمس انظمه قياده، نجرب منها الحين هنا نحركها عن طريق الماوس الموجوده مع السياره او عن طريق شاشه اللمس. لو اخترنا الوضعيه الرياضيه لو تلاحظون معي الطبلون صار كله باللون الاحمر، حتى الطبلون هنا دليل على انك حاط السياره على الوضعيه الرياضيه. بالوضعيه هذه السياره تصير تبديلات النمره تشد اكثر، تسارع السياره يستجيب اكثر، الدركسون يكون استجابته اسرع، والمساعدات تكون اقصى شويه للمناورات والسرعه. الوضعية اللي بعد هذه وضعية الكومفورت او المريحة، لو اخترت الوضعية هذه زي ما احنا شايفين الاضاءة اختلف لونها ايضا. الوضعية هذه يشتغل فيها المساج حق السائق، يعطي مساج، السيارة تكون اكثر مرونة واكثر راحة في اثناء القيادة، المساعدات تكون اقل خشونة. عندنا ايضا وضعية الايكو او الاقتصادية، زي ما انتم شايفين معي الطبلون صار باللون الاخضر، طلعت عندنا زي ورق الشجر موجود في الشاشة دليل على انك قاعد تحمي البيئة حاليا وانك تساهم في تقليل الانبعاثات الموجودة، وهذا شيء صراحة جميل ويحس السائق انه قاعد يعمل حاجة فعلا علشان يحافظ على البيئة. ف
في الوضعيه هذه تبديلات النمره حقت السياره تكون اكثر سلاسه، ودواسه البنزين تكون اثقل شويه حيث انها ما تستجيب بسرعه علشان توفر بنزين. كذلك نظام تشغيل واطفاء السياره اثناء الوقوف عند الاشارات، السياره تطفى تشتغل لوحدها، ونظام ستارت اند ستوب. التقنيه هذه تخلي السياره تطفى اذا وقفت عند الاشارات وتشتغل اوتوماتيكيا مجرد ما تضغط على البنزين. الميزه هذه جميله ومفيده ممكن في اوروبا وامريكا، لكن عندنا في السعوديه هنا او دول الخليج بشكل عام اتوقع انها ما راح تكون مفيده جدا بسبب الاجواء اللي عندنا موجوده حاليا، الحر، وكذلك يعني الحمد لله سعر البنزين لا زال اقل من برا بكثير. ايضا عندنا وضعيه الناتشرال او العادي، الوضعيه هذه ايضا تخلي السياره قيادتها جدا عاديه زي اي سياره اخرى، السسبنشن عادي، تسارع السياره بشكل عادي طبيعي. برضو زي ما شفنا الاضاءه تغيرت، الطبلون تغير شكله ولونه صار طبيعي. في الوضعيه الاخيره اللي هي وضعيه بريسو، هذه الوضعيه زي ما شايفين الطبلون تغير برضو، انت تحدد الوضعيه اللي انت تبغاها بالضبط. تقدر تخش على القائمه حقت الاعدادات من هنا وتختار الاعدادات اللي انت تناسبك وتحطها على مزاجك. مثلا عاوز بدل سرعه تكون شويه سريع، عاوز التكييف يكون اكثر بروده، عاوز الصوت حق المحرك يكون اعلى شويه، عاوز مساج حق الساقي يشتغل معك. انت تحددها من هنا وتحفظها وتصير الوضعيه هذه انت تختارها في اي وقت تبغاه وتصير وتشتغل معك الوضعيه هذه. نجرب لكم الان زي ما وعدناكم نظام الوقوف الالي. حبيت اني اجرب النظام بالليل عشان تكون الشاشه واضحه عند اختيار الاعدادات. نخش على نضغط على الزر حق الباركنج من هنا، يطلع عندنا الخيارات اي خيار نبغاه عشان نوقف السياره فيه حسب نوع الموقف اللي حنوقف فيه. هنا حاليا موقف مثل هذا، حيقول لك اضغط المؤشر او الاشاره على المكان اللي تبغى توقف فيه. لقينا اشاره يمين، السياره راح تبحث عن موقف مناسب. حصلت موقف، قالت لي وقف السيارة، عشق الجير على الريوس، تارك السيارة، هي توقف لوحدها السيارة حاليا، أنا ما أتحكم بأي حاجة في السيارة. صراحة الوضع نوعا ما يخوف إنك تشوف سيارة تسوق لوحدها غير ما تتحكم فيها نهائيا. لا دايس على بنزين، لا دايس على بريك، ولا دايس على أي حاجة، السيارة قاعدة توقف لوحدها الحين. قدام الجير السيارة لحالها نفس الشيء، قاعد تعدل نفسها. وقفت، رجعت الريوس مرة ثانية، السيارة برضو لوحدها تعمل كل حاجة من غير ما تتحكم بأي حاجة. بصراحة ميزة في الفئة هذه تعتبر جدا رائعة، وحاليا في السوق السعودي ما نشوف إلا بسيارات الفاخرة جدا. كذا السيارة وقفت خلاص. لما تركب السيارة تحس فعلا انك راكب سيارة أوروبية. تصميم السيارة من جوا زي ما شفناها مرة ممتاز. الجودة حقت الخامات حقتها تعتبر جيدة للسيارات بهذه الفئة. لعادة ما تكون أقل من هذا المستوى. نحصل في السيارة جلود، نحصل في السيارة بلاستيك نوعية ناعمة. نحصل بعض المواد الخام اللي فعلا تحس إن هي من المواد الغالية. من الأشياء المميزة في السيارة أثناء قيادتها صراحة السلاسة حقت محرك 1.6 اللي عندنا موجود. حاليا 4 اسطوانات تيربو، المحرك يعطي 190 حصان زي ما قلنا، يعتبر من اقوى المحركات في هذه الفئه، فئه السيارات العائليه الصغيره المتوسطه. طبعا المحرك يجي بنظام تيربو مربوط مع مبدل سرعات 7 نمر دبل كلتش. هذا الشيء يساعد في تسارع السياره ويساعد في فقدان القوه اثناء تبديل النمر بين النمره والنمره الثانيه. تكييف السيارة ما شاء الله جدا جيد، جربت المكيف اليوم في الظهرية، جربته الحين، التبريد حق المكيف ما شاء الله طيب. ممكن العيب الوحيد اللي فيه ان التحكم فيه شوية صعب لانه يكون عن طريق الشاشة. ايضا من الحاجات المميزة واللي عجبتني في السيارة وجود اكثر من 5 انواع لانظمة القيادة. في موجود عندنا القيادة العادية، القيادة الاقتصادية، القيادة الرياضية، والقيادة اللي هي الكومفورت او المريحة. هذه مميزتها ان فيها المساج حق السائق يتحرك معك ويسوي لك مساج يريحك اثناء قياده السياره. وكذلك فيه نظام اللي هو خاص بالقياده الرياضيه جدا. تقدر طبعا الاعدادات هذه حقت القيادات تقدر تتحكم فيها وتقدر تغيرها على مزاجك
في يعني في اعدادات داخل الاعدادات الاساسيه الموجوده، يعني ممكن تسوي لك 6 او 7 او 10 او 20 اعداد غير الاعداد الرئيسي في داخل نفس الاعدادات الرئيسيه هذه. كذلك من الاشياء الحلوه في السياره العزل حق السياره، ما شاء الله العزل الخارجي جدا ممتاز، افضل من بعض السيارات اللي جربتها من نفس الفئه. العزل الارضي برضو جيد يعتبر بالنسبه للسيارات الفئه هذه. السياره ما شاء الله مليئه بانظمه السلامه والامان. الفئات العاديه الاقل نوع الستاندر تجي معاها 6 وسائد هوائيه، 2 اماميه و2 جانبيه اماميه و2 جانبيه خلفيه او ستار جانبيه. وهذا الشيء يعني ممكن نقول بعض الفئات من بعض السيارات من نفس الفئه ما نحصلها موجوده فيه، ممكن 2 ايرباك بس. كذلك من الاشياء الاساسيه موجوده في السياره نظام الاي بي اس او مانع الانغلاق للفرامل، وكذلك نظام مانع الانزلاق او نظام الثبات. هذه كلها اشياء جيده نحصلها في السياره من هذه الفئه. مقاعد السياره من داخل ما شاء الله جدا مريحه وواسعه حتى لشخص مثلي مرتاح فيها. فيها انظمه التحكم في الوضعيات تبعتها بطريقه كهربائيه لفئه اعلى نوع الموجوده عندنا حاليا، وهي ايضا مقاعد جلديه وفيها تبريد مقاعد امامي وتبريد خلفي. وهذه ميزه نادر ما نحصلها بالسيارات من نفس هذه الفئه. بصراحه رينو داخله بقوه بالسياره هذه، وحاس انهم يعني حطوا ثقلهم كله في السياره هذه، وبصراحه ابدعوا فيها سواء من التصميم الخارجي او التصميم الداخلي. الانطباع النهائي عن السياره صراحه سياره جدا اعجبتني. كانت لي فرصه اجربها قبل حوالي 6 اشهر في ايطاليا، جربناها في منطقه جبليه هناك اثناء حفل التدشين العالمي للسياره نفسها. جربنا زبتها حوالي 2.5 ساعة او 3 ساعات على طريق جبلي. قياده السياره كانت جدا ممتعه، استمتعت جدا بالقياده هناك. السياره اللي جربتها كانت فئه الفول اوبشن، كان فيها خيار اعتقد انه مش متوفر للسوق السعودي واللي هو خيار نظام الالتفاف بالعجلات الاربعه، وهذا نظام جدا ممتاز واعتقد انه مش متوفر عندنا في السوق السعودي. هذا النظام يخلي العجلات الاماميه والعجلات الخلفيه تلف في نفس الوقت اثناء المناورات او اثناء القياده في الطرق الجبليه او غيره او في الحلبات، وهذا الشيء يساهم في اعطاء السياره مزيد من الثبات وتقليل مجال الالتفاف للسياره نفسها. من ملاحظاتي على السياره الشاشه هي ميزه وملاحظه في نفس الوقت. الميزه ان حجمها كبير وواضحه سواء في الليل او في النهار. الملاحظه عليها ان التحكم بالمكيف او نظام التبريد، التحكم بالمسجل، التحكم بالشاشه الملاحه، التحكم بوضعيه القياده كلها تتم عن طريق الشاشه هذه. وبصراحه هذا شيء نوعا ما متعب يحتاج الى تعود. وكذلك اذا كنت محتاج انك تطوع المكيف او تقصر عليه لازم تطلع مثلا من شاشه الملاحه اذا كنت شغال عليها، او انك عشان تقدر تنقص على المكيف. تطفية المكيف او اغلاقه لازم يتم عن طريق نفس الشاشه. اعتقد لو كانت ازرار يكون اسهل بالتعامل واكثر نقدر نقول فريندلي اكثر. كذلك ملاحظاتي على السياره المحرك، الفئه الاقل من هذه يجي المحرك 2 لتر زي ما قلنا بقوة 140 حصان، اعتقد رقم صغير بالنسبة للسيارة بهذا الحجم. واتمنى فعلا الوكالة تحط خيار افضل من هذا، محركات 2.5 او اقل حاجة يوحدون الفئة على 1.6 نفس المحرك هذا التيربو. من الملاحظات على السيارة ايضا اماكن الازرار حق التحكم السيارة شوية صعب ويحتاج الى تعود. الاشخاص اللي تعودوا على السيارات اليابانية والسيارات الكورية والسيارات الامريكية ايضا راح يتعبون شوي في استخدام موجودة هنا. يعني تخيل مثبت السرعة موجود هنا في الأسفل عشان تقدر تشغله وتطفيه. أيضا بعض الأزرار اللي هي موجودة هنا غير واضحة وتحتاج إلى تعود، ولا بد من مراجعة دليل الاستخدام عشان تعرف عليها. بشكل عام السيارة أقدر أقول إنها عجبتني صراحة، وأتوقع لها مستقبل إذا الشركة شدت حيلها وقدمتها بشكل مناسب. ختاما اشكركم اخوان الاعزاء على المتابعه، واشكركم على دعمكم في المقاطع السابقه، ولا زلنا نتمنى ان شاء الله تكون داعمين لنا باستمرار. وحياكم الله معنا في تجربه جديده قريبا ان شاء الله مع كارز اند مور سيارات واكثر. اخوكم صالح الحيموت.